مساكم الله بالخير والعافية متابعيني، أتمنى لكم يوم جميل. شوفوا شلون أنا جايبة لكم شغلات جميلة وحلوة وما تخطر لا على البال ولا على الخاطر. شركة مصدر الأمان، يعني الأمان كل اليوم ببيتنا. اليوم راح نشد هاي الأجهزة اللي حقيقة منوريني الشباب راح يعرفونا عليها. مساء الورد، حياك الله عيني. هاي شنو الجهاز احكي لي؟ احنا عندنا أجهزة مستشعرات مع نعم. مانع للسرقة للحرق، يعني انذار أول السرقة للحرق، خصوصا في ظل الحرائق اللي دارجة هالأيام. هو هذا الجهاز اللي عندنا كلش متطور ومناشئ عالمية موجودة. نعم. يستشعر الدرجات تغير درجات الحرارة المفاجئ من 10 إلى 15 درجة ويستشعر الدخان. حلو. الدخان قبل نعطينا انذار مباشر على الموبايل ونعطينا انذار بمركز المتابعة اللي موجود عندنا بالشركة اللي احنا عندنا يدامون بنظام المناوبة 24 ساعة موجودين بيه، واحنا بدورنا نقدر. زين سؤال هسه، يعني اذا صار حريق واحنا مو بالبيت يا سامح الله، راح يجيك اشعار على الموبايلات ويجي اشعار للمركز المتابعه الموجود عندنا للشركه عندكم؟ يعني الدفاع المدني حتى لو احنا مو موجودين بالبيت راح تطلبهم انت اشعار يجون للبيت. اتصال ساخن بالدفاع المدني مباشره خبرهم يجون للبيت. ممتاز، حلو، عاشت ايدكم، بارك الله بيكم، والله ان شاء الله يستر على العالم من الحرائق والسرقات. نورتنا يا بطل، حياك الله عزيزي. يلا هسه احط لكم الاكونت والعنوان وكل الديتيلز مالهم وتدللون يا حلوين. Thank you.